أداء مجد بيسر انا مدفوع لوالي صالح. عمي طاهر اليوم دبر راسك. اليوم لازم تحكي لنا حكايه سيدي ابراهيم، هذا هو اللي يعرف كلش على بالك. عمي طاهر، عمي طاهر دبر راسك اليوم، جيتك خصوصي. يا انا مش تاع سيدي ابراهيم بن تومي، دخله تاع النابله هنا. هنا الخرجة تاع النابة من هنا لوتوروت القديمة، يا عمي طاهر انا جيتك اخويا سبيسيال اليوم خصوصي. يوم تحكي لنا حكاية عنابة هذه، عنابة؟ لا لا، أنت هو ولد عنابة، أنت هو ولد عنابة، هذاك ولد كرطية وأنت ولد عنابة، هاي يعرف تاريخ تاع عنابة، باش نحطوها اسمه باش يشوفوها الناس في عنابة وفي خارج عنابة. عندك تاريخ كبير الله يبارك، على بالي احكي لي. احكي لك. طب راسك. احكي لك على الزمن. احكي كلش، اللي تعزمه اللي تعرفه احكيه. احكي لك على الزمن. هاي عندك خمس، اسمع خمس دقائق برك، احكي لنا شوية كيما يقولوا بالمختصر المفيد. قلت لك على اكتريس العيني وكان ظهرها. اني اللي دبر راسك، اني قلت لك ما نعرف والو، انت اللي تعرف. لا عيني الاكتريس. ها لا لا عيني توفات. كانت عندها الكاسمه تاعها لهنا. كانت هي مجاهده، هي مجاهده وهي لهنا، هم يخصموها الجيريه وهي مش الجيريه، يخصم طينيه. بودرع شافيه. وكانت عايشه هنا. لا لا عيني مثل نتاع دار السبيطار هذا. ما عندهاش دراري. كانت مربيه ولاد خاها. هي قسنطينيه وكانت عايشه في عنابه. هي كانت شاريه، كانت الدار تاعها اللي شراها شيخ طاهر تاعنا الامام اللي كان هنا. هذيك دارها. داكور اوكي. هنا كانت تينيكول مريباها. هذه متناويه هذه. متناويه. كانت تينيكول بكري هنا ريباها. هنا كانت بجيمة. بجيمة وش حاب يقول بجيمة؟ بجيمة واد. واد وين الواد؟ وش البلاصة؟ وش ريبو الواد. وينه؟ وش من جهة؟ يجيب من هنا من فوق. شوية بوحديات من هنا. ويعدي من هنا، كانت قنطرة بكري هنا. كانت قنطرة، وين هذا المونيمون هذا؟ وين رومبوان؟ الواد معدي من تما كانت قنطرة. ريبوها قبل؟ هذيك الحوانت. حوانت؟ وين سنتيفي تاع تقسياته؟ وين سنتيفي بعد. شفت الصور هذاك اللي عبر هذوك كانوا حوانت. صح. كانوا فيهم الشاويه والشراكه. وبكري كانت قهوه تم. يقولوا قهوه تاع بيس. كانت قهوه تم. فهمت؟ وكان بكري كانت واحد البلاصه كان ولي صالح بكري عيطوا له سيدي. عيطوا له سيدي الغربي. سيدي الغربي. سيدي الغربي. في وقت سيدي ابراهيم، مع وقت سيدي ابراهيم. سيدي ابراهيم. وقت واحد مع الحطاب، كانوا وقت واحد هما. سيدي الغربي شفتي. نقعد لها قاعده هذه. هاي عمي. وطاهر يا اخي. هاي عمي طاهر، احكي لنا على التاريخ. هاي. شوف
شفتي من السورس تاع الماء هذيك اللي تسيح. هذيك كان عيطوا له بكري واحد الوالي عيطوا له سيدي الغربي. سيدي الغربي في وقت سيدي ابراهيم وقت الحطاب. سيدي ابراهيم وقت اللي يعرف هي عندنا بفاء 99 ولي صالح. لا تسميهم لي كل مش راح تسميهم لي كل. ما نجيبش نسميهم لك الكل بس هي فهد 99 ولي صالح. وش أول مشي سؤال أول مشي تبنى في عنابة هاي؟ شكون هو؟ كان بومروان. بومروان هو الأول. وجمع البي. جمع البي يا. ومن بعد لهنا سيدي إبراهيم. إبراهيم هناك. قاعد نهضروا عليه تبنوا الأولين. إبراهيم. في عنابة. سيدي. بومروان هي اللي قاعد نهضر له. ومن بعد جمع البي. 1100 تبنى تقريبا 1000. 1000 هجرة 1000 ميلادي يا. يعني 400 سنة بعد الهجرة تاع النبي. اها تدي التاريخ تاعهم. يعني كان اقول اي كلمة قاعد تقولها ثم قاعد تثبت تاريخ عنابة. انت قلت عنابة دبر راسك. انا بكري كنت نتخبوا في الفدايا والديروين عيطوها دار الغربة. واش عيطولها؟ دار الغربة. دار الغربة صح ما كانش عنابة واش حاب يقول قول لي. صح فضل يقولي هو يخدم بها يقدر. يا لازم تعطينا التاريخ ومن بعد ربي يسهل على كل واحد. انا تاع سر ولا مش سر ثم التاريخ تعرفه انت على بالك تعرفه جد على جدود على بالك تعرف عمي طه. انا يسمى ترشا يعني ترشا شويه مي انا نعرف او قالها مره قالهم روحوا للكليه يعرف التاريخ كان للخروفه. وين مدفونه للخروفه؟ انا للخروفه فلاسيتي. فلاسيتي والتاريخ تاعها مازال فقريب 12 الولي صالح. الطريح تاعها مازال تاع الخروفه؟ تما كاين الخروفه كاين سيدي الكرمي كاين سيدي الديواني كاين سيدي المشواش. مشواش؟ ايه تما كل ولي صلاح تما. هنا في لاسيتي؟ ايه مدفونين هنا بعد. وعندنا من كاينه جبانه؟ كاينه جبانه. في لاسيتي داخل لاسيتي؟ ايه كاينه. والمجد لا كاين. الخروفه جاي من المجد هنا في الدور. مدفونه وحدها ولا؟ ما نعرفش للخروفه يضحكوا عليك يقول لك انت تقول لي ولد عنابه. على بالي نسمع بها للخروفه انا ما نعرفش البصره تاعها. يعني كان سقسي اخي باش نحلبوا شويه الناس اللي ما تعرفش اللي تعرف حاب يقول عني قلت لك انت تعرف. لازمك تعرف اللي ما يعرفش البيجيمه ولا وين البيجيمه وين القناه تاعها وين كانت تضرب؟ القناه تاعها كان وين الرومبوان. وين الرومبوان هذا؟ ثم تما كنت تحفظ تلقى البيجيمه. البيجيمه. ثم واد واد ما واد معدي من تم. ما تاع شراب ولا ما تاع واد تاع عمان وتاع كلش. واد كنا نعيطوا له الطرب تاعو بكري نعيطوا له للصابل دار. للصابل دار فيه طرب كي الذهب الطرب تاعو يبرك كي الذهب. انا كاع كنا نعوموا كانوا بكري كانوا البون مالا كانوا بكري كانوا يبحروا لهنا مالا كان شوفوا لهنا كان بريمير بون كان دوزيام بون ثروزيام بون. وش المثال تاع النبي يقول لك يا عنابه صرها واطي اللي يجي صوتي ولا واطي كيف وش يقولوها بكري؟ هو هي يعني ما هضرها هو يعني نبى الصوت واطي اللي شيء صوتي. المهم انا لا مو مصحاب عنابه واش يقول لك مصحاب عنابه. اي وفيهم غير الغب. شوف علاه؟ اي ماك تعرف واحد يلبس كول كاسي. ثم غير تتفياش لان انبا. غير كول كاسي. ما يخدموش ولا كيفات. ينوضوا على 10 تحلام. ينوض على 10 يحط قهوه صغيره وكذا. شوف هذاك الكوفي يدخل ودرت المابيلات وهذاك هو خدام. صافي العنابة هذا كان ينوض على الربع تاع الصباح راه يخدم يجيب الخضره ويجيبها للمرشي يجيبها باللر تاعو ومن بعد تخليك العنابه والعناب ينوض على 10 وش يقول؟ هذاك ينوض على 10 يحب ياكل الصمصه. يا عمي الطاهر على بالي بك كعبه واحده. سلام ورحمه الله وبركاته. يحب ياكل الصمصه هذاك ينوض على 10 يحب ياكل الصمصه. ولا وقال لك بكري سيدي ابراهيم قال لك دعا على البراني تخرج قال لك عنابه تخرج على البراني. راح لابلازان بروفو في لابلازان. على سيدي ابراهيم تاع لا كومينا تاع لا بلاصه. جماعه تاعنا. شوف من بعد جا هنا نحب البرنوس والشاشين. جماعه بلاص دارهم. ان شاء الله راني عاطيكم بظهري. حتى هي لا بلاص دارهم مسكينه راهي في حاله البني تاعها رابخ لا. كيفاه سيدي ابراهيم وندري دعا على البراني قال لك بكري سيدي ابراهيم دعا على البراني وندري كيما تقول كي ضربوه جماعه بلاص دارهم. يا بيجي يزوروها هنا ياسر. صافي دير كده صافي كده ضربوش بعد بلاص ظالم فهمني. نعطيك واحد الهضره ما نكملش معاك. هيا فرق من الاخر هيا. ما نكملش معاك. المهم اليوم انت اللي تخليها تقول لي اي قهوه. يا ابني لقيت قهوه اليوم عشاء عليا انا هيا برك. جات المراه اليوم من غير يزعل. اها. ودات واحد عنابي. داكار اوكي. ومصلح شربي. دار الدوسي تاع سكنه. قلت لي جيت دعيت فيه قلت لي ديت سكنه هنا في عنابه. ديت سكنه. ديت سكنه. ولد عنابه ما يديش. ولد عنابه ما ديت السكنه. هاي فاهم. كل يوم يقولوا لي غدوه. اسمع من غير ليزان تدي سكنه انت ما تديش. كل يوم يقول يعني نفرش ونرقد في الجامع على هنا. ادي لونساها.
هذه تسمع الناس قاعد تسمع كل يوم كل يوم حنا مش لا كونتر يجيو من حتى من تندوف والله يجي على روحه مي كاين صح ولاد عنابه هنا اونسيان ما يدي والو ولاد عنابه ما كانش ولاد عنابه راح ولاد عنابه اك لونسيان تاعك تسمى داك بارمي اك حاكم مجد لهنا مقيم خلق في ضرب الوزان في لابلوس دار اكود با لابلوس دار سيدي ابراهيم نشفى عليه مملول يا حل شوفني ما عمش في البشيمه وما صيدتش القوانا والبوري يمشي ولد عنابه نشوف على البيجيمه من زمان يقولوا له البيجيمه وكاين جهه تما جهه عين خروف اللي هي لورا هذه السلام ورحمه الله يجي بعد اه قال لك عندنا البيا حقره بك يقولوا عندنا عندنا ريبيتاسيون تاع عندنا البيا حقروها حقاره ونديري يضربوا بالموس يخافونا ونديروا علاه مش كيك دي يضربوا بالموس ايه بارتو يضربوا بالموس كون حبوا نفهموا كل يضربوا يضربوا قاعد من كل سمعت تقول عن النبي يا غريسي ولا عن النبي يا غريسي ويا حقرو هما ولاد عن النبي ما فيهم هل بين ولا كيف وقت بكري نحكي لك عن جيل تاع بكري ما فيهم ما فيهم وممكن يجي البران يفرحوا به وما يخليوهش يطيح ويعرفوا وضيف اللي يجي لهنا شو سالنا معروف الضيافه من الاسلام مشي من المسلمين يجيو هنا فهمت الناس كل تجي تخدم في عندنا الناس كل تجي تاكل في عندنا يخدموا يروحوا ولا شيء فهمت يخدموا يروحوا ولا شيء كان صور فكري معها صور بكري وين جاها الصور وين الصور؟ سيدي ابراهيم وكان صور هذا هو الصور اللي يجي صور قواتي اللي يجي صوتي كان بكري بيبان لاكولون بيبان لاكولون نحكيه وانا يعني بس كانوا بيبان يتقفلوا كرطيه لاكولون زمان انا يتقفلوا يقول لهم بيبان لاكولون يقولوا لك وين جنينه؟ وهنا كان صور هذا هو الصوت اللي قالوا بكري عليه المثل تاع عنابه هذوك البراني مرحبا بها خويا في بلاده البراني مرحبا بها ماذا بها الناس كلها عايشه عنا كلها اللي يجي يقول لك عنابي مرحبا بها خويا با بروبليم من هم ولاد عنابه هربوا كل كاع كيما يقولوا هاجروا كل حبة طحرك ما كانش ولاد لابلوس دار قمتهم الكاليتو ساكن انا نطلع لابلوس دار ما نعرف حتى واحد نعرف واحد ولا زوج سمعت له دوا مدوايات هذا ولد سيدي ابراهيم انا هذا لك هذا ولد سيدي ابراهيم هذا هو انا وهو خوا الله يبارك كلنا مع بعضنا وحكايه تاع شعيطول هذيك طاحون كوكي مش بيه مش زامي شكون هما؟ الحصان اللي يلعب بها شكون هما؟ بسب بكري كان صامدي صوان ودي موت كنت الناس تتعب ريب كلاسيك تبياش هو هذا درك نقول له سيلكت واش كان بكري ما يعرفوش سيلكت هو تحت وين لا اي خلينا نحكي لك وين الحبس اي تقول له سيلكت واش كان بكري ما يعرفوش قهوه سيلكت هكا لا وين لا مش قهوه انا نقول لك في ودك واش كان اي واش كان هاي لا ما نقولكش انا هذا هذا شو لا عاود نقولها قال لك فارماسي تاع قالمي تاع قاوري شو قلت تاع قالمي تاع قاوري ها كانت فارماسي قبل مش القهوه السيلكت والحبس سيلكت وندار الشرع ايه واش كانت قبل كانت فارماسي وكان حسين كافيك ولات قهوه بدا ولا هي ولات قهوه من بعد ايه وقت هذاك نسوا عليها السيلكت هي بكري خلاص تقول له هنا وحاطين واحد بفين وكبار لو كان اي مكان قبل كانت فارماسي صح ولات ولات يبيعوا ولات تاع بكري كيما الاخضر جوني كيما صالح كافي كيما درادي اللي راح للانجليز الولاد اللي كانوا يريحوا فيها تاع بكري احكي لي برك على عمي طاهر علي لاكوميلا تاع بكري لان عندنا نبل معروفين تاع لاكوميلا بكري كانوا ربعه خمسه ولا سته قال الله عليك شعيطوا له ماجي دالي كاين هنا 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 شكون؟ احكي لك على محمد قصبر لا محمد قصبر لا مجيد مستيك سميلي عمر تيباكا على فهمت تاع جبنتي وطلع لي شعيطوا له ميرا ولا شعيطوا له اسمع ما تخش ما شادي الرونش كانوا هذو هذوما كانوا كمان كبار شادي الرونش نهار اللي هبطوا من فرنسا اكسبرسي ما تعرفوش تزيد كل قوي نصيبها لابتيت تاع بكري لا لا لطيف مش عندنا نصيبها مش من عندنا مش عندنا بيا من عين نفرة شوي صدها راس من عندنا وين لا لا ايه احنا عندنا البان هولو تحكيليش على دما هنا هضرة برك كانوا بكري بكري احنا جيني راسو تاني سمعوا بها كانوا نديري ما يحضروش هما عمي الطاهر هذا كان عمي صالح الكردوني ما كانوش يحضروا هما مش محضروا كانوا في الداير المستحب في الداير كما في الجزائر في الجزائر في العاصمة عندهم قمانة تحب زوز ولا ثلاثة كان يمشي معهم محمد قصبر الله وش معي رحمه مش علي عمي يا محمد سيما خلينا عم محمد نروح لهم القمانة تاعنا رشيد بوديسة سستالة فهمت في ألجي هذوما قمانة اللي كانوا حق في الجزائر مش تحكي عندنا بلا هنا كانوا فيها قمانة بصح مش حقارين قباح بصح مش حقارين صافا ينيفوا حب يقول على يدافعوا على المحقورين كما يقولوا خاشين في فكر
خشين في فكره اخرى ما تجيش تعرف ضمان اخر. فكره اخرى ضمان اخر. انا قلت لك عمي طار وعنيك انت الله يبارك عندك تاريخ كبير. انا بابا كانت عنده كوشه فلاني تينيسي نقولوا ان شاء الله بن شرفه بن شربة بن شربة. بن شربة. وعمي كانت عنده باتيسري في لي سونطان. انا كنت اسمع انا وش شاب انا نعرف بك من في ايه انا في عمري 66 سنة الله يبارك نعرف من فيين وكنا بك نروح ونقعد احنا وقعدت مع الكبار يعقبوا طورة في الباسان فوق في سبع رقود سبع رقود ما كانوش كانوا ناس البلدية بس كانت بعض البلاصة نعيطوا لها الباسان كان باسان تاع المعتب هذيك اللي تلقاه من فيين وعاربين من الجزائر وكذا تلقاه يبدلوا تم ويغسلوا قشهم ودي سقوطوا تم سكوات كما يقولوا كما تشوف سكوار في الجزائر كما يقولوا سكوات حنا سقوطوا كما يقولوا سكواتي بلايص كان خير بها كنا نطلعوا كنا صغار وتقول لي البروفيسور بكري عندك توكل ما عندكش توكل ونحبوا بعضنا ونعزوا بعضنا كانوا بكري جيران كلام كبيرة كانوا جيران بكري دار عرب بالترقان ايش فعل الترقان؟ ايوه كاش حد الترقان كاش حد وين هي وين هي؟ نعتي لك المقام تاع سيدي بكري تخش توكل اسمها بكري تخش توكل طبطب بركة توكل وتشرب كاش حد تقعد في دار تقعد عند حماص و12 دور ويخسر معاك السيد يعرفك لي ما عندكش واحد اللي يعطيك سحب من عنده يقول لك خالق او خالق ترجعوا ليه وبكري الناس كانت تسهر مع بعضها في العراس ما كانوش يضربوا بعضهم ويديروا صورته يجيب صحيح ويسهروا معه ويضربوا وينحوا يديروا العقاب ويروح عمي طارة القوات انتصر في عرس يقول لهم يصير في عرس كانوا يجوا من العاصمه بكري لهنا العراس تاع النابه معروف المالوف نحكي لك حكايه يا بابا وشافه وقال في القصي يزور قالوا على الفار نقعدوا كم عند علاوة الفار شكون هو علاوة الفار؟ علاوة الفار تاعنا الشيخ تاع المالوف تاع المالوف اللي ما عرفش علاوة الفار ما عرفش على النبض الحاصل لا هي اللي ما عرفش علاوة ما عرفش على النبض يا علاوة ترجم لي يا علاوة علاوة اللي ما عرفش علاوة الفار ما عرفش على النبض ثم لا تشوف اللي ما عرفش عيش يدير ما عرفش على النبض هو نعرفه عيش يدير اللي ما عرفش الشيخ كسري ما عرفش على النبض يعني يدوم نحكي لك الولاد تاعنا اللي ما يعرفش الشيخ الله يرحمه حسان شيخنا وقبالي هو هو قبالي حسان شوف ما عرفش عن نبو فهمت يا بابا وشو كي الناس دخلوهم هنا ما عرفوش عن نبو وحلبوهم قاعدين ينعتوا لهم حتى نخلوهم الاخرين ووقت الطورة احنا شكون هم المعروفين في وقت الطورة الفدائيين ولا المجاهدين معروفين بابا فدائي يما ما تعلمش بيها لكن فدائي فدائي كانوا ستري متري حتى ما هضروا عليها واحد مرة نقول لك كيف السنك شوي شوفني الناس قالوا لي بابك فدائي شفت هذا كان مليح واحد العزوز فدائيين يما كان يكذب عليها جايبها معه 12 كرش يقول لها عندي حلوت في المحافل وما دار حتى ورقه مخدموا يا رب ربي سبحانه بالله خدموا ربي كل نصها طلعت مجاهدين احنا نقولوا كاين خبريه كدرابكي نسمعني مليح هذي بتحطها في راه خبريه كدرابكي شكون ما عرفش خبريه كدرابكي عنده خوف فدائي ونقتلوه وين وسموا عليه لاري هذي لاري شم شامع هما يخسموه قاوري واحد المرة بعت الحانوت تاع عمو مشينا رايحين قلت لي انت اليوم تحج معايا بعت لها حانوت في المقاصات تاعها الوقت هذاك برد شوية وصلنا حكمتي مليدي طلعنا عند الروتار عند عبد الصمد كيما جبت قال لها شفت النون بلي نطيحها قال لها وش نقول قلت لي شم شامع سقسيت انا قلت يما انت يا مجاهد جمجمة قلت لها غير غاري جمجمة اللي بحضرنا في كوكي شكون قلت لي هذاك ولدي في كوكي لهنا تحت انا كوكي قلت يا ولدي انا وصحتي جيت نسقسي قلت يا ولدي قلت له لهنا قلت له قلت يطلع فرنسا جمجمة ولله عيني نخصبها جزيرية وهي مش جزيرية هي قسنطينية هي كانت عندها الكازما تاعها هنا وين كنت تسكن؟ تسكن هنا في لاري شمجامع بعد في كوكي تحون كوكي وين تحون هاي تحون اسمع في الداية اللي يجيبوا الاشتراك وكل كلمة يجيو عندها هي هلا نعطي سيدي المقام تاع سيدي ابراهيم هاي انا نخدمو تعبوك شوية عند الطاها راهي هاك تشوف هاو سيدي لا امين الشيخ تاعنا السلام عليكم خويا نعطوا شوية تاريخ تاع النبا دخلة تاع النبا ها المجد ها مجد ابراهيم بن تومي هذه معشه عليا عمي طاهر والله تستاهل كل خير والله هاي يا شيخ امين
لان المسجد او التاريخ تاعو التاريخ يحكي نفسه. ها تاريخ القطب المجاهد سيدي ابراهيم بن تومي المرداسي الهلالي. هاي هاك تشوف لهنا ولاد عنابه. ها العنب الله يبارك. العنب تاع سيدي ابراهيم شوف. ها العنب حلوه عمي طاهر ولا لا؟ حلوه. ها التاريخ او التاريخ هذا طريح القطب المجاهد سيدي إبراهيم ابن التومي المرداسي الهلالي شيخ بدت بونا وأحد أقطابها الخمسة، وهو من ذرية الأمير الفضل ابن أبي علي الفاتح الهلالي. عاش سيدي إبراهيم ابن التومي في أوائل القرن السادس عشر 16 ميلادي، وقد توفي ببونا عنابة ليلة الاثنين 9 رمضان 1087 هجري 1676 ميلادي. قال العلامة الشيخ سيدي أحمد بن قاسم البوني وبالإمام القطب نجد التومي واسمه إبراهيم تاج القوم، وقد دفناه بقرب القنطرة. وجد القنطرة؟ القنطرة كنت هنا هذا بجيمة هذه وفضله أشهر من أن نذكره ووفاء بندره فقد بني عليه القبة علي باي التونسي، وذلك عام 1122 هجري 1769 ميلادي القرن 17. هنا المسجد لهنا. هاي يا عمي طاهر هاي لازم نشوف. هاو المحراب لهنا. شوف هاو المحراب لهنا. الله يبارك. انا قلت له عندنا يترك الكازمه مش شرط، وكان عنده اخوها في الدار يلبس بيريه ويروح عندي كان صور كبير عندي راجل صغير. انا المسجد في الكازمه تاع الحوت شوية لازم له شوية خدمة عمي طاهر تحت بوط لهنا شافها شو بوط بدا يطيح الواحد سبحان الله بدا يطيح السيما لوندوي نطلعوا لفوق أول مرة طلعت هالبلاصة هذه والله هاني طالع عليها لهنا الفوق موسح مجهد وسي لهنا الفوق شافه هنا المجد من الفوق او كاين باب من هنا شعر الضوء عمي طاهر اليمين كاين باب هم هنا دخله وين دخله هذه تخرج على الميضة هذه تخرج على الميضة هنا الثقة هنا الخرجة تاع النابة ها هاي لاسين تي في وين بالجيم ما قال المسجد هنا ما شاء الله هذه هي الدخلة تاع النابة ما شاء الله لهنا هنا التناوية تاع سيدي إبراهيم مخدوم بالبريكة هاي فيري في كلش شوف البريكة رحمة تاع بكري خدمة بطاقة تاع بكري دم خضر هاي يا عمي طاهر راني جيت او لامين ولد كرتي ارواح هيا لامين ارواح الشيخ ارواح ارواح عمي طاهر هيا اكتيفيشن هيا هذا الميضة ها هاو الدخلة تاع الباب تاع بقيلة هاي الميضة منا هم عاودوا خدموها شوية صافا شوية لا بس الكوزين هذيك بكري كنا نطيبوا فيها قبل دوك ولا التواليت حاشاك لا لا التواليت مليان من داخل التواليت وين فوق وين هيك كانوا يطيبوا فيها بكري هنا الداخل ها سي بون سي هنا كانوا يدخلوا شوف من الكوزين الباب هذا ها الباب هذا ها الباب ها الباب كوزينة قبل قال لك ها هنا الخشمتين بكري منا الفقيرات علاه يطلع كانوا نسيو بعد بكري تم كانوا يجيو يطيروا فيه تراري بكري وقت السرد صح يعملوا الوعدة كما يقولوا احنا زمان كانوا بكري يجيو يجيبوا ما على باش يجيبوا زيارات ما فهمتش انا وعلاه انا يحب الاعتقاد انا شوف انا الاعتقاد تاع الوالي صالح باش هو ما ينفع نشوف لا ينفع ما يضر خلينا هذيك ما ينفع ما يضر الوالي صالح ان شاء الله نخدموا كيما واش عندهم الحكمه الحكمة نعرف ولكن باش مش تعدي عليه باش يقضي قضيتك كان سر الديوان وسر البرهان يا شيخ شوف كاين الحكمات وكاين السر يخدموا بالنية صح كاين السر يا شيخ كاين سر معاك معاك هنا المقام لهنا
ما نشوف سر ما نجمش نعطي ولك نقول لك وين شفته وين شفته. صح صح بسم الله. هنا كان السلام عليكم. الضوء هاي الفيجيما وين هي؟ شعلي الضوء برك عندك. هاي الفيجيما. هاني نصور الضوء كان. هاي دي الحاجة اللي كنت نقعد فوقها أنا بكري. هذه الفيجيما هنا. شوف جيت مع الطريق. هاي الفيجيما هذه الحاجة هذه كنا نقعدوا فيها. هاي الفيجيما وين رايحة؟ هاني نشوف. ها هو ذا الباسان كانوا يشربوا فيه البقرة بكري. ها هو. أنا جيت هنا مع الضوء. هذا هو الباسان عيطوا له ها. وين تناوية هنا؟ لا هو الباسان. آه منا آه منا. تناوية تبعني. هاني معاك. هاي تلفوتو مقلبة برك. هاو هاو هذا هاو العين هذه العين هاو ذاك هاو هنا ضد جناتك هذا هروح شوف هذا سوق البن سوق البن كنا نعيطوا له سوق البن يبيعوا فيه البن والهندي فهمتي وهاو هذا هذا كنا نعيطوا له عمي بكري هذا عمه مريض مال ابوه عبالك بالعوام من حيش الخشبيه ما تشمش فيه راحه قارصه سبحان الله اذا يمو هذا هذا في وين يصير عام هذا انت عندي فوتو كي دخل فرنسا هيك ها او من 830 هاي الكونترا اللي نحكي لك عليها ايوه الكونترا وين وين هاي الكونترا هاي قدامك الكونترا مالي تحت على الماء انا قاعد نشوف لازمك تثبت معايا هاني بلا فوتو مثبت هاني مزومي هاي تحب نزومها هاني ها نكون زومها او من 832 هاي هذه وقت فرنسا هذه دخلت على فرنسا دخل كي دخل فرنسا كي دخلوا لهنا كانت قبل هالواحد شوف هاي لهنا هاو الجامع اللي حكيت لك عليه اللي ريبو اللي كان هنا هذا المسجد او جامع الكور تاع دراري بريمار دراري شوف هذيك البلاصه اللي ريباها شوف هاو هذا الديريكتور تاع طاحونه بكري كان هكا اوكي هاو لهنا نسى بكري هاو سيدي ابراهيم هاي الدانيا الدانيا منحلها بكري ورديتها صح لهنا هاي هادوما دوك نفهمك هادوما البلديه بكري الفقيرات تاعنا الفقيرات الفقيرات اللي كثروا اي واش علاه؟ ما تخليش الناس تحب عنا بغا يضحكوا عليك ما تعرفش الفقيرات. نفهم نعرفهم انا نسايق عادوا نعرفهم الفقيرات. هاو البندير تاعهم. اي ثم الفقيرات اللي غنوا في العراسات نعرفهم. اي كانوا يجوا بكري نحكي لك هذوما الفقيرات الحرار. تاع الزمان. تاع الزمان مش تاع درك. يجوا لهنا يعملوا الوعدات لهنا ونسى نشوفوا. هاو القارب تاع فرنسا. مش نسى هنا يصير زرده يحسوا ليه بالكارت تاع فرنسا هذا هو انا معاك هو الكارت تاع فرنسا هادي لي كول تاعنا لي كول دي بون هذا هو اللي ريبوه يا ولدي ها هو اللي ريبوه ضري 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 ها هو الجامع خاطي هذيك لي كول دي بون ها لي كول دي بون ها هو الجامع اللي ريبوه انا نشوف ها هذا هو هذا هو كان مقابلنا من هنا هنا الوادي الصالح ها سبحان الله ها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم صل وسلم على نبي محمد يا رب إن شاء الله يا رب يا رب اللهم إن شاء الله يا رب أنا الله هذا ضريح القطب المجاهد إبراهيم بنتون بالمرداس الهلالي شيخ بلدة بونا أحد أقطابها الخمس وش الأقطاب الخمس؟ وهو من ذرية الأمير الفضل ابن أبي علي الفاتح الهلالي عاش سيدي إبراهيم بن تومي في أواخر القرن السادس عشر ميلادي وقد توفي ببونا